شهد حوض نهر العاصي سيلا جارفا بفعل الأمطار التي شهدتها منطقة البقاع الشمالي، ما أدى إلى حدوث جرافات في التربة وتشكل سيول في منطقة القاع وصولا إلى نهر العاصي. كما ارتفع منسوب المياه ما أثار القلق على آلاف الأطنان من الثروة السمكية في المزارع المنتشرة على جانبي ضفة النهر والمنشآت السياحية. وانهمرت الأمطار في الأحياء السكنية في ظل مخاوف الأهالي من موجة سيول كبيرة قد تتسبب في خسائر وأضرار كبيرة. إلى ذلك نشد أصحاب المنشآت السياحية وأصحاب مزارع الأسماك المنتشرة على حوض نهر العاصي الحكومة والهيئة العليا للإغاثة المساعدة وإجراء الكشف عن الأضرار التي لحقت بهم جراء السيول والمياه الموحلة التي غمرت مؤسساتهم وألحقت بها أضرارا كبيرة، ولا سيما على صعيد الثروة السمكية في المزارع المنتشرة على جانبي ضفة النهر والمنشآت السياحية.